كيفكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين وبخير. كمان حامل الحاجه بحبها في الاسنان بيقول لك بيانات. جوائز قيمة في مسابقة مقدمة من شركة النموذج. هلا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين وبخير. ده أكثر بلوك متحمسة إني أعمله، لأنه المفاجآت فيه كثيرة شديد، الحياة الحلوة فيه كثيرة شديد، ما بس مفاجآت كده في الفيديو، حتى مفاجآت لكم إنتوا، لكن ما حخش في التفاصيل هسا، كده بس حوريكم سريع. والمفاجأة عندي لكم في بلوك ده شنو؟ واللي هو هاي لوجيكم. يمكن بتكون اول مفاجاه زي ما قالت وضاحه. انا مبسوطه شديد انه الليله يومي هيكون معاها. صحيت الصباح دائما بالنسبه لي بتعمل لي ارق، لكن اليوم انا واثقه انه حيكون حلو شديد ان شاء الله. لا حيكون حلو شديد يعني ان شاء الله، لانه فيه كميه من الحاجات. واول حاجه حنبدا بيها اللي هو قاعده مع ست الشاي. ست الشاي يا جماعه دي واحده من العادات والتقاليد السودانية الحلوة شديد. أنا بحب شاي الصباح شديد. يمكن ما بقدر أطلع من البيت لو ما شربت شاي الصباح، حتى لو صحيت الساعة 1 حشرب الشاي بعدك حطلع. أنا ما قاعدة أمشي أماكن ترفيه كثيرة، ممكن بمشي النيل، بحب يعني البرنامج أو البروجرام تاع النيل شديد. أي اللي هو البحر جوا. ثاني بحب طبعا الاكل، دي حاجه ثابته طبعا. اي برنامج بيكون اللي هو شنو بطنك. طيب بما انه انت جيتي لك السنه وقبالك قلت لي انك الحمد لله فضلتي وناس كثيره قالت لك انك ثلاثة شهور حطيتي بطيارتك، الحاجه اللي شدتك للسودان انك تبغى ترجعي؟ شكرا صراحه، شكرا ليكي. شكرا. كمان حامل الحاجة اللي بحبها في السودان، السودان بيقول ليكي بيانات. صح تمام؟ يعني أنا عندي أهل هنا، لمة الأهل، الحياة دي كلها حاجة محرومين منها هناك في الغربة. أوكي. أو في كندا، مع إنه أنا صحباتي هناك وبيتنا هناك، أهلي وأمي وأبوي وإخواني كده يعني، لكن في النهاية برضه في لمة الأهل في. صح. ومهما كنت عايش برا صراحة في حاجة ما بتخليك تحس بالانتماء إلا في بلدك الحقيقي اللي انت منها صراحة. من الحال أنا بحس عندي السودان، ناس تتكلم زيك، بتفهمك، بتشبهك، ده كله يعني دائما بنزل إجازات. أوكي. عشان في يعني إجازات بنزلها، فمتعودة على الناس، عملت صحبات هنا كثير، الناس خلال 3 شهور حتمشي. الناس اللي عليك تشوفوا خارجي، أنا تكملت سنة كاملة. أشوفكم بعدين في السنة اللي بعدها. صحصحنا وماشيين على مكان ثاني، ما حوريكم هو وين، انتم بالضبط حتعرفوه. يلا نشوفكم. زي ما شفتوا ثاني حاجة حنعملها اللي هو الرماية. طيب نحن بنرحب بكم اليوم في ميدان الرماية شارع النيل. العين. اوكي. شدي البندقية على فكرة. اوكي. تمام؟ تمام. شيلي فوق. أنا توترت يا جماعة، أنا بجد ما أعرف كيف ممكن أعمل الحاجة دي. الصوت العالي بيوترني. والله الصوت عادي. يمكن الناس بتكون صح كده برا وخلاص كده احسن. لحظة كويس. ثاني واحد.
مبروك. خلصنا التجربة كانت حلوة شديدة، أنا حبيتها صراحة، مع إنه كانت فيها ثم تألم. أنت عارفة أول مرة أحس إن السودان أو الخطوة في أكتيفيتي ممكن الواحد يستمتع بها، يفتري معها حلوة رهيبة جدا، ضروري تجربوها. هاي إعلان بجد حلوة. هسا حنتجه على حتة ثانية برضو، ما حنقول لكم متنشين وين، حتكون مفاجأة حتعرفوا أول ما نوصل. جماعة قبل ما نبدأ نوريكم احنا الليلة هنعمل شنو في الفلوق ده، بس حابين نشكر شركة النموذج لرعاية الفيديو الليلة وللأكتيفيتيز اللي احنا حنوريكم ليها برضو حنعملها. طيب احنا هنا جايين لبرج فاميلي تاور 2 من شركة النموذج نفسها، وحنقابل واحد من المهندسين ونتناقش معه. طبعا المهندس اللي هو محمد علي حيعرفنا على البرج وحنشوفه مع بعض وحنسأله شوية أسئلة بحيث أنكم تعرفوا تفاصيل ممكن تكون دقيقة ومهمة لكل الناس المهتمة أنه هي تسكن في البرج أو في شارع النيل، عشان شنو تمام كلهم حاجات أنا تمام. طيب يا باش مهندس، أنت عندكم أوريدي في برج عندكم فاميلي تاور 1، فأنا إحنا عايزين نعرف اللي بيميز فاميلي تاور 2 شنو بالضبط. حاولنا طورنا الفكرة بتاعت الفاميلي 1 في البرج الأول. البرج بتاعنا في كافوري بعيد من النيل، يعني ما في محاذاة النيل، ففي البيع لقينا إنه أغلب الكستمر بيجوا للشقق الجنوبية، الإقبال كان عليها زايد، فلما سألناهم يعني ليه ماشي للجنوبية ما تمشي للشمالية، يعني ما كل شقق نفس الكواليتي نفس الحاجات، فكلامه منه كان من الطابق الثاني أنت بتقدر تشوف النيل، يعني الناس كان ساعين في إنهم يكون عندهم إطلالة مباشرة على النيل. الحمد لله اخترنا موقع متميز جدا جدا على شارع النيل طوالي، واستفدنا من الموقع ده، واستفدنا من الزاوية بتاعت انحراف مجرى النيل في محاذاة الموقع بتاعنا. سعينا في الحاجة دي انه نجعل كل شقة يكون عندها اطلالة مباشرة على النيل، حتى الشقق الخلفية اللي عكس مكان النيل من زاوية البرج والزاوية بتاعت انحراف مجرى النيل خلينا عندها اطلالة مباشرة على النيل. طيب يا باشمهندس، واحدة من الحاجات المهمة شديد لأي زول دارسكم انه اول حاجة يلاحظ المنطقة، وانتم ما شاء الله اخترتوا موقع مناسب جدا، لكن بالإضافة برضو للعمارة اللي انا حاسكن فيها، شنو الخدمات اللي ممكن توفر لي، الرفاهية اللي ممكن القاها، شنو حاجة بتميز فاميلي 2 تحديدا؟ نتمنى انه الزول اللي بيجي بيشتري مننا ما يشتري شقه وخلاص، يعني غرضنا ما كده، احنا بنقول الزول يشتري شقه يشتري معاه راحته ويشتري معاه رفاهيته. خصصنا مسبح وخصصنا مكان بتاع ساونا، عندنا صاله بتاع الجيم، عندنا ثاني خدمات اضافيه برضو خدمات رفاهيه، لكن برضو عندها دور مهم جدا جدا. عندنا خدمه اختياريه هي خدمه السمارت هوم، الخدمه دي بتخليك تتحكم في اي جهاز في بيتك عن طريق ابلكيشن في التليفون. طب احنا شاكرين لك جزيلا باشمهندس محمد علي على الشغل الجبار ده، وباذن الله نكون انا وضح من اوائل الناس اللي هنشتري معروف. والله شكرا لكم يا شباب، يا اخي شرفتوا ونورتوا واسعدتونا والله العظيم بيطلعكم وضاحه الخطوه الجايه شو. طيب يا جماعه، زي ما وعدتكم في الفلوج ده حتكون في مفاجآت كميه، والمفاجآت ما حتخلص اساسا زي ما وعدت في البدايه. طيب مفاجاه هسه انا حابين نتكلم عنها انا ولوشي، دي ليكم انتوا اللي هو جوائز قيمه في مسابقه مقدمه من شركه النموذج. فلوشي بالضبط ورينا الجوائز. يا جماعه خرافيه جدا، والشروط حقتها اكثر من بسيطه، اللي هي عباره عن الجائزه الاولى قضاء إجازة سعيدة إن شاء الله في الويكند لثلاثة كابلز حيفوزوا معنا في برج كورينثيا، طبعا مع كافة الخدمات. الهدية الثانية أو الجائزة الثانية حتكون لشخصين إنهم يمشوا رحلة لزنجبار شاملة لكل التفاصيل، فيزا، تذاكر، حتى الإعاشة. أنا أفتكر إنه دي فرصة رهيبة شديدة، حلوة شديد. إحنا حنخد لكم روابط الصفحة حقت الشركة أو حقت المسابقة علشان تمشوا تشوفوا كل التفاصيل وتشاركوا فيها، وحنتكلم لكم عنها أكثر وحنوريكم تفاصيل عنها أكثر خلال الفلوج ده. طيب هنا في زول قال تعبت شديد وصدعت. الشمس يعني مش كف. طيب يا جماعة خلاص احنا خلصنا من هنا من البرج، فمتجهين على المكان الثاني. لسه الفلوج ما خلص، حتشوفوهم معنا لسه حاجة ما خلصت. هسه احنا متجهين على نقول لهم ولا نخليهم يتفاجئوا؟ خليهم يتفاجئوا. نازل عليك خارجي. انا هسه كملت سنة كاملة غمران. طيب هسه الناس لحد هسه حذرت انه احنا ماشيين وين ولا لا، وزي ما
ما قلت لكم الضاحن وشروط بسيطة حتشتركوا فيها وتنفذوها بإذن الله تكونوا من الناس الفائزين. طبعا لكن دي أول مرة أنا أجي بالمس. طيب وصلنا لبالمس بس عايزين نفطر. أنا صراحة جعت شديد. لوشي شاركينا جعانة جدا جعانة جدا ومستنية سمنية أجي نقول نفسها أقول لك جبنة بالجبن أنا حصل فطر في مطعم في السودان يا جماعة دي خطير استنوا أنا ما جيت السودان غير إني بطلع بفطر معها بعمل حاجة في بلدي خلاص معناها فطورك أول مرة في السودان يعني وشي حيكون معك. طيب إحنا طلبنا الأكل وهسه بس مستنيين لحد ما يجي فلحد ما يجي الأكل إحنا حنعمل تشالنج حيكون بيني أنا وآلاء تمام لكن اللي حيخسر حيخسر شنو؟ اللي حيخسر أوكي حتدفع الحساب حق الأكل أوكي تمام دنيا زولا تمام إن شاء الله خلاص أوكي متأكدة خلاص أوكي لأنه أنا عارف إني حفوز بشنو حاط أوكي جيبوا لنا المنيو ثاني يا جماعة استنوا دقيقة تمام هي التشالنج حيكون شنو عبارة عن حنحط التليفون فتح أوكي مثلا أنا وآلاء التليفون على راسنا وحتطلع كلمة اللي هي مقابلة التليفون تحاول تمثلها والبج إذا جاوبتي صح دي بتحسب لك النقطة تمام اوبا سهلة انت حاجاتي كلها سهلة كمل اقوم اسمع غمران امتحان مغرور شايف وهمي روج مكياج يس يس خمسة لا كده خلصتي خلصت يعني خسرانة انت خسرانة كده فزت اوكي دوت حكي لكن صح كانت انت برجلك كمان صح يعني جولي يعني ساعدتيني ما شاء الله انا كمان كنت كثير كان يعني وهم دي جبتها لك يعني خليتي كده حسيت ان جيت تسلل انا كفائزه تمام يا لوشي يعني حابة أقول لك يعني أنت تمثيلك كان كويس لكن أنا هو يعني الناس حتشوف التمثيل ما حيقرر طيب إحنا طلبنا الحاسة الكريمة أنا صراحة شوية صرت أوكي تمام طيب هسا بعد ما أكلنا وروقنا عندنا يعني طاقة نتونس بيها صح؟ قاعدين نحاول نعمل مقارنات ونشوف الفرق بين الحاجات اللي بتتعمل على اليوتيوب والحاجات اللي بتكون حاجة التلفزيون وانا اي حاجة بحاول مثلا تكون شنو عفوية حتى الاسئلة بتاعتي بتكون مثلا بتجي في اللحظة بتاعتها بقوم انا بسترجم سؤال وبسألك الحاجة دي بحس انه في الاذاعة وفي التلفزيون مستحيل تكون ليه لانكم في التلفزيون في حاجات كثيرة بتحصل بداية من السكريبت تكوني ماشية عليها يكون عندك معيد بعد لك الحلقة المحاور على حسب مثلا الضيف منوع تخصصي بتاعي شنو بتفكر اللي هو المحاور ما بيكون اساسا عندك المجال انك ممكن تطلع من الحاجه اللي خاطين عليك المعينه يا دول حط القعده بالله يا يعني قاعده بس ها كده وشاد ظهرك وما بعرف شنو هاي كده وما اعرف شو كده احاول انا احاول كده بس ما عرفتوا حتى ما لاقي عليه اخر اكتيفيتي في الفلوج ده واحلى اكتيفيتي صراحه انا متحمسه له شديد لانه اول مره حتكون تجربه لي جديده حتى في السودان عموما التجربه اللي حتحصل دي انا لسه ما حتكلم عنها بالتفاصيل لكن انا متحمسه جدا ليها وانت يا لوشي وضعك شنو متحمسه جدا 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 متحمسه ومتاكده ان شاء الله اني يعني اتبسط فيها وتجربتي دي طبعا لحد هسه الناس ما عارفين وممكن يكونوا هسه مفتكرين انه بس مثلا حيكون بوت حاجه زي صح ما معلوم فشنا احنا ارهب من كده بكثير استنوا يلا حصل جربت انه اجي في الميل كده بالليل ما فقد خالص هاي لكن منظر حلو شديد طيب هسه الناس لحد هسه قدرت انه احنا ماشيين وين ولا لا اكتبوا لنا هسه في التعليقات لانه احنا لسه ما وصلنا او ما حضروا في التعليقات حتعمل يجي يشاركوا في المسابقه لا بجري يا جماعة ورونا حل عرفت لأنه ممكن احتمال ممكن نعمل أمشي كثير ممكن تكون علفا يعني
إذا الآي معالم منكنا واضحة ممكن تكون الفكرة ديكي مش نبان ديكي مكولو ديكي أم العالم ديكي أم العالم I'm so impressed. لا والله الكلمة اللي أنا حابة أقول إن أنا حابة أشكر أول حاجة أتيم بتاع نويز كله صغير لغاية كبير حال مجهود هم قاعدين يعمل إضافة لأن أنا بشكر أي زول عامل لي فولو في الانستغرام وقولوا إنه أنت بالنسبة لي فخر كونه إنك تثق فيني تعمل لي فولو متابعني بتعامل بالحاجة أنا بالنسبة لي بإذن الله أكون قدر المسؤولية دي أنا اللي مبسوطة شديد يعني أنا حزينة جداً لأنه وصلنا لآخر البلوغ الليلة كان حلو شديد يوم مليء بحاجات كمية شديد والله اتبسطنا بالجد 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 أي حاجة كانت مرتب ليها بطريقة أحلى من الرائعة صراحة بالجد أنا يمكن مبسوطة شديد يا وضاحة إنه الأول مرة ألاقيكي صح يعني والله أنا بالجد يا لوشي تعتبت يعني بلقائك شديد والحمد لله يعني شنو؟ دخلنا ببعض طوال اقلمنا فيعني كان يوم حلو ويوم ظريف شديد اول حاجه حابين نشكر شركه النموذج على كمان تنسيق اليوم الحلو الشديد ده ورعايته وما تنسوا كمان يا جماعه تشتركوا في مسابقه شركه النموذج اللي قلنا لكم عليها في اول الفلوج شروطها سهله وبسيطه جدا وادخلوا على صفحتهم علشان تلقوا كل الشروط والحاجات اللي يعني المحتاجين عشان تشاركوا فيها في المسابقة دي هناك صفحتهم حتكون في صندوق الوصف صندوق الوصف دي يا جماعة حيكون فيه كل حاجة فادخلوا على صفحتهم وحيكون زي ما قلنا لكم الجوائز قيمة حلوة شديد وحد المستمع شديد هتكون اللي هو الجائزة الأولى لثلاثة كابلز هيفوز اللي هو بإجازة في كورينثيا بإذن الله إجازة اللي هي عطلة أسبوعية يعني بالإضافة برضو لشخصين أو لتو كابلز صح؟ One couple. اللي هو شخصين يا جماعة حيسافروا زنجبار يقضوا هناك إجازة شاملة لكل التكاليف إعاشة تيكت فيزا وزي ما قلت لكم وضاحة إنه شروط بسيطة حتشتركوا فيها وتنفذوها بإذن الله تكونوا من الناس الفائزين لأنه الجوائز بالجد حلوة وقيمة شديدة يعني تستاهل بالجد فخلاص يعني أنا حزينة جدا إنه هسه حودعكم وحانهي الفلوج لكن للناس إن شاء الله تكون اتبسطت بالفلوج واستمتعت به واستفادت في حاجات برضو وإن شاء الله كمان يعني أشوفكم في الفلوج الثاني ما تنسوا كمان أنا تعملوا لي لايك وشير وما تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب لقناتي وأشوفكم في الفيديو الجاي باي.